حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد. كيفك يا رولا؟ اهلا وسهلا. هلا هارك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. كان يومك طويل يمكن اليوم. والله مرهق. الله يعطيك العافيه. عارفه اليوم انا متحمسه صراحه لحلقه اليوم، هنحكي فيها عن فئه انا عايشه معها 24 ساعه، اولاد المدارس الله يرضى عليهم ويسعدهم. تعرفي مريم، عمر الأطفال اللي بالمدرسة غالبا بتكون ما عندهم أي مشاكل صحية، إلا يعني إذا في وزن زايد أو ناقص شوي أحيانا عند بعض الأطفال، وهالشي بيكون بسبب قلة وعي من الأهل مو من الطفل، أو يعني أحيانا بيكون في عوامل تانية. بس شو رأيك بهالفكرة؟ من الأهل مسؤولين؟ لا، بيتحمل جزء من المسؤولية. جزء منها، وأحيانا في أطفال فعلا بيغلبوا، يعني حرام أنا شوي حوقف صف الأهل في لحظة من اللحظات، بس فعلا في أطفال بيغلبوا. بس هلأ كل ما بلش الطفل يقرب على عمر المراهقة، ويمكن بعد 10 سنوات، بتزيد وضوح المشكلة إذا كانت موجودة أو بتظهر، لأنه بحس رولا بيكون في تغيير هرموني كبير ومفاجئ بهالفترة. فعشان هيك الأهل يمكن لهم دور مهم وعالي يحموا أطفالهم من المشاكل الصحية من قبل هالعمر. صح. هلا من ناحيه الاكل، هن فعلا احتياجاتهم بتزيد كتير بفتره المراهقه تحديدا، لان بيكون في هرمون اسمه الثيروكسين، هذا اللي بتفرزه الغده الدرقيه اللي موجوده بالرقبه او العنق. هذا الهرمون لازم كتير للنمو ولا تنظيم عمليات تمثيل الغذائي او الحرق مثل ما بنقول، وبهالفتره بيكون في نمو سريع فبينفرز كتير. فعلا يعني تغيرات سريعه، وهالشيء بينعكس على تغيراتهم النفسيه طبعا، القلق، عدم الصبر، بيصير يدوروا فعلا على اشياء هيك ينقرشوها يعني من الاكلات. هالشيء يمكن بيفسر توجههم كمان للاطعمه السريعه، بدهم كل شيء بسرعه. صح. على السريع. هلا كمان هن بيدخلوا بمرحله الفاست فود، وما عندهم أي مشكلة يضلوا يأكلوها كل يوم. المشكلة إنه احتياجاتهم بهي الفترة بتكون كتير عالية، معظمهم بتكون احتياجاتهم تقريبا الذكور يعني في 2300 ل 2500 وصفة حرارية، عادة الإناث بتكون بين 2000 ل 2200 سعرة تقريبا، بيختلف شوي طبعا من شخص للتاني حسب تكوين جسمه، حسب طوله، وحتى حسب قديش كمان هو بيتحرك خلال اليوم. بس كل ما يعني هي مرقت بتزيد كل ما كبر الاحتياج. أرقام مش قليلة سلسة. رغم إنه في الغالب كأهل إحنا بنركز في السن المبكرة على موضوع التأكيل والتشريب والاهتمام بال أشياء، يعني مثلا بالذات الكالسيوم، لكن بالفترة هاي من الشغلات المهمة الكالسيوم بتوقع، لأنه الحليب والأشياء اللي زي هيك فيها بروتين وكالسيوم بيحتاجوها لأنه عم ينمو. طبعا الكالسيوم تقريبا بيكون في احتياج بين 120 ل 140 150 حتى ملي جرام من الكالسيوم بشكل يومي، يعني على الأقل كل يوم لازم كوبين من الحليب أو اللبن، يعني يا حليب يا لبن مع شوية جبنة مع لبنة مثلا، ممكن هيك بيكونوا عم يجمعوا يعني قيمة جيدة جدا من الكالسيوم. نسبة البروتين جدا جدا مهمة، لأنه كمان لا تنسي أنه البروتين يعني حديد وزنك، وهدول مهمين للنمو لبناء العضل. الله، كوبين حليب قلتي لي. طيب لبن. كم نسب الحديد؟ الحديد بيفرق شوي، الذكور تقريبا بيحتاجوا 11 ملي جرام، الإناث بيحتاجوا 15 ملي جرام. وهون لاحظي انه يعني الإناث اكثر. بدنا نكون كأهل واعيين انه ما ينقص ابدا عندهم الحديد، يعني اذا في اي تعب او تعب واضح يعني، او انه بسرعه بيتعب، اصفرار في الوجه، شحوبه، ضيق في التنفس اذا عملوا اي مجهود عضلي، قلة التركيز، غثيان، دوار، يعني كل هاي الاشياء بتوقع دلالات لازم نقول انه الطفل او المراهق عنده شيء يعني زي الضوء اللي بيضوي ولازم نركز. تماما. احيانا الاهل بيفكروا دلع، لكن فعليا هو لا، ابدا مو دلع. مشان هيك لازم نحلل كل 6 شهور او على الاقل كل سنه لحتى نتاكد انه ما في مشاكل بالمناصر المهمه واللي بتاثر على النمو والصحه، وخاصه بفتره المراهقه. وعلى سيره لازم، ان شاء الله انا قريبا بدي اعمل هاي الشغله، سمعت اللازم منيح انا. كثير ضروري. وهن بهالفتره كمان ممكن يصيروا يشربوا شاي احيانا، نسكافيه يمكن هاي الموضه كمان بكميات كبيره، وبحبوا يبعدوا عن الخضار والفواكه، لانه يعني انا اصلا بحس انه لما تاخذ منبهات بتسد شوي نفسك عن انك تاكل اشياء تانية. يعني صح. خضار وفواكه. لهيك ممكن على فكره يصير معهم فقر دم، لانه الشاي والقهوه والنسكافيه كلها بتعيق شوي امتصاص الحديد بالجسم. صح. خصوصا الصبايا، لانه بهالفتره بيكون هن اصلا عندهم فقدان للدم بشكل كتير متكرر وشهري، فبالتالي معرضات اكثر الاناث لفقر الدم اكثر من الذكور. طيب هلا احنا بنقول الاغذيه اللي فيها حديد معظمها حيوانيه المصدر، صح ولا لا؟ يعني اغلب الاغذيه بتكون دائما هي الكبده والروبيان، هن بتنافسوا بصراحه على المراكز الاولى. كمان الدجاج واللحم
أكيد فيه نسب حديد ممتازة، بس في حديد بالبقوليات يعني اللي هي عبارة عن منتجات نباتية، مو شرط دائما منتجات حيوانية. فينا ننوع المكسرات، فيها كمان حديد، فستق الحلبي في تقريبا نص كوب منه بيعطينا 6 ميلي جرام حديد، يعني نسبة ممتازة. فنحن فينا ننوع بين مصادر الحديد، مو دائما نركز انه والله بس بروتين حيواني. ومن الفواكه يمكن في المشمش والزبيب والتين. صح، بس الانسان ما بياخذ الحديد مصدر واحد، لازم يجمعه تجميع. يعني يا ستي، مع بروز نفسيه الجدليه وسؤال ليش هذا اللي بيطلع بكل الحوار، والله بتصير المهمه اصعب على الام. ايه، بس فرصه، انا بلاقيها فرصه نحاكيهم بمنطق علمي وصحي. يعني كمان جانب الرياضه كتير بياثر عند شباب بهذا العمر. طيب والشكل الرياضي وعضلاتك وتكوني نحيفه للبنات، مزبوط؟ صح. شو محضرت لنا اليوم مريم؟ أطيب بسكوت صحي ممتع وحلو تعملوا الأم كمان حتى مع الأولاد، أو هم حتى تعلميهم الوصفة ويعملوها لحالهم. حلو، لما يكونوا شوي عمرهم أكبر. هلا يا ستي منجيب كوب زبدة حيوانية عشان ناخد منها الأشياء الصحية والمفيدة، أو نص ونص مع زيت زيتون. أنا حلو، بحب أحيانا أحط زيت الخلط زيتون، بحبه أنا. مزبوط، بدل السكر بنحط نص كوب عسل. حلو. بيضة، عادة معظم البسكوت بيبدأ بيضة، شوية فانيلا، رشة ملح، الطحين أنا بعمل طحين أسمر. اوكي. فهو احنا عندنا كوبين طحين، كوب شوفان مثل ما هو، مو لازم يكون مطحون، هو حلو يكون مبين يعني وطيب. كوب شوكولاته، بتعرفي اللي بيسموها الاتراك دمله؟ ايه صغيره كتير، هي قطع. ايوه بيسموها تشيبس في الانجليزي، فهي هاي بتكون لذيذه تنحط مع العجنه. قد ما بدك يعني، رشه قرفه، رشه زنجبيل، نص معلقه صغيره كربونات الصودا. هذا الاساس للبسكوت بشكل عام. حلو. ممكن نبدل الشوكولاتات الصغيره هاي باشياء مجففات صغيره او مكسرات مكسره مثل جوز مكسر، لوز مكسر، ممكن برضو قطع تمر تكون صغيره، او دبس التمر اللي هو يعني بيكون معجون بالبسكوت بشكل كامل. نعجنهم كلهم سوا، ما في بفرقش ايش تحطي اول ايش تحطي تاني، المهم تبرد العجينه. دائما البسكوت ما على طول بنخلص عجن، لازم نحطها بالفريزر تبرد كتير منيح. بعدين بنقطعها بايدينا بشكل عشوائي وبنحطها بصينيه ما بتلزق او عليها ولا زبده، شغله 10 دقائق 12 دقيقه بتكون البسكوت جاهز. شو السر انه لازم نحطها بالبراد؟ هي هيك بيطلع البسكوت بقرقش يعني. بيختلف عن فكره انك عم تعملي يعني كيك بعدين بتعملي الخبز. بالضبط. كثير فكرة ممتازة. لو خيرتك مريم شو بتختاري بين الرز الأبيض والرز الأسمر؟ عم تضحكي انت، يعني عارفة جوابي. ستي انا بعتبر انه لا غنى عن الرز الأبيض برأيي، حلو النوع، حلو ندوق الأسمر، بس بصراحة هو مش أطيب من الأبيض، مختلف شوي، يمكن بياخد وقت بالاستواء. هيك بتأكل إيجابية أنا. هلا رح أقلك، يعني إذا بدنا نلاقي فرق، هو فعليا الرز الأسمر، الرز العادي قبل ما يصير حتى أسمر هن في طبقتين خارجيات، الطبقة الأولى بتنشال لأنه ما بتتاكل، ويعني طعمه مو ظريف أبدا، فبتضل رز أسمر. الطبقة الثانية لما بتنشال وبنعمل له عمليات حتى تلميع بنسميها نحن، بصير رز أبيض. فنحن فعليا الرز لحتى يوصل لمرحلة الرز الأبيض هو مر بكتير عمليات، وانشالت القشرتين الخارجية الأولى والثانية، فللأسف فقد جزء كتير كبير من الألياف وضل بس النشا. أما الرز الأسمر هو لأنه احتفظ بهي القشرة اللي برا، فضل معه جزء من الألياف ومعادن وفيتامينات منوعة جدا. فأنا هون يعني اختصارا، هو رز أسمر شغلة جديدة على عالمنا العربي، نحن عادة معتادين من زمان رز أبيض. صح، هو متوفر بكل مكان. نعم، وبس الرز الأسمر على فكرة للي بده بيلاقيه، يعني مو صعب وجوده. حتى باسطنبول هون موجود. هو بس الفكرة فيه، لا طعمه لذيذ، جربه. بس بده بهارات، يعني ما بينطبخ بس بملح، بده شي معه عشان يعطي نكهة. مو مثل الرز الأبيض، وكمان بده وقت أطول شوي بالسوى، يعني بده مي أكتر وبده وقت أطول. لكن فعلا هو من الاختيارات ممتازة. أنا ليش بنصح فيه دائما؟ لأنه الفكرة العامة أنه كل ما كان في ألياف أكتر كل ما كانت صحتنا أفضل. فنحن لما بناخد ألياف من مصدر يومي، لا تنسي مريم إذا كل يوم كل يوم كل يوم رز أبيض، معناته أنا عم بفقد كتير جزء كبير. صح. من النعم هو الغذائية الموجودة بالرز الأسمر. فمو كل يوم خلينا نقول رز أبيض، ممكن يعني يوم إيه يوم لا، مثلا يوم رز أبيض يوم رز أسمر، مشان كمان الأطفال أو الناس اللي بتحب رز أبيض تضل عندها هذا يعني الخيار موجود، الخيار موجود. بس تعود وذوق التاني. تماما، مثل لما بتقولي إنه في طحين أبيض طحين أسمر، مو شرط كل مرة. ممكن تخلطي، ممكن يعني الخيارات موجودة. صح. بس صح. نحاول نفكر بهي الطريقة إنه هل ممكن فعلا أنا أطبخ رز أسمر؟ حاضر رولا، حجرب وحشتري رز أسمر، حعرف منك من وين. بس حكي صحي.
مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد.